واحدة من بين حالات الهجرة التي استفادت من بطاقة الإقامة، وذلك تماشيا مع سياسة الانفتاح التي يقودها المغرب. كاميرا ميديا تي في رافقت عبد الله كوناتي من غينيا إلى منزله لتقربنا أكثر من حياته في هذا البورتري لزميلينا سحر أميمون ويونس الميسوري. واحد من بين عدد كبير من حالات الهجرة التي قادتهم للمغرب، إنه الشاب عبد الله كوناتي، متزوج بامرأة مغربية وأب لطفل واحد. عبد الله مقيم بالرباط منذ حوالي 10 سنوات، يعمل في قطاع التجارة والخدمات هو وزوجته. في الحقيقة الاندماج بدأ مع السياسة الجديدة للهجرة التي أطلقها صاحب الجلالة نصره الله، والحمد لله لأنه بعد حصولي على بطاقة الإقامة تغيرت الأشياء للأفضل. أشكر أيضا الشعب المغربي الذي استقبلنا وعشت معهم بخير، وأكبر دليل هو أنني اخترت زوجة مغربية لأكمل معها حياتي. توجنا في شهر يناير 2015. الحمد لله في الاول ولا بدات انا صعوبات، حيت تقاليد مختلفه، عادات مختلفه. الحمد لله اللي الديانه بعدا موحده، هذا هو الاساس، لانه اللي خلى العلاقه ديالتنا انها تنجح الحمد لله. وليني اما تنقولوا الا بغيتي علاقه تنجح ولا بدا تعودي، اما هو تعود على العادات ديالي حتى انا تعودت على العادات ديالو. هما اللي زوين عندهم انهم تري سوسيال في كل شيء. بيت عبد الله خليط من الثقافة الغينية والمغربية، حيث أنه فخور بهذا المزيج الثقافي. الشاب حالة من الحالات التي استفادت من بطائق الإقامة في إطار سياسة الانفتاح على الهجرة التي يقودها عاهل المملكة. عبد الله تلعب معنا فوت في ماتشات، من بعد تنتلاقى معه في الجامع، صديق ديال الحومة، سيد جونتي بزاف، جدي في العلاقات ديالو مع الناس. هو رجل طيب، كيكون معنا في الجامع، كيقوم بالعمل ديالو، مراته كليانة ديالنا، والسيد زعما لاق سوق راسو بزاف، ومستقيم، انسان مستقيم، ما فيه لا غش لا والو، انسان مضبوط ورجل معقول. رفقة جيرانه وأصدقائه يقضي عبد الله معظم أوقات فراغه، حيث يجلس معهم ويتشاركون مباراة كرة القدم، بالإضافة إلى تبادل أطراف الحديث والترفيه عن أنفسهم. هو مثال حي للاندماج الثقافي بين حضارتين مختلفتين، حيث استطاع تجاوز كل الصعوبات. أهلا بكم في هذا الموجز.